النهاردة هنتكلم عن موضوع الإجهاض. أول حاجة هنبدأ بيها بعض التعريفات هو إن الإجهاض بيحصل قبل 28 أسبوع. لو حصل بعد 28 أسبوع دي بتكون وفاة وبيطلع شهادة وفاة للطفل. حسب إحصائيات الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والولادة، الإجهاض بيحصل في حوالي 15-20% من حالات الحمل. بعض الدراسات وجدت إن النسبة ممكن تبقى أكتر من كده، ولما بيحصل بيكون في أول 3 شهور من الحمل بنسبة 80%. النهاردة هنتكلم عن الإجهاض في أول 3 شهور الفيرست تريمستر. أول حاجة لازم نفهمها إن الإجهاض مش ذنب الأم تماما، ولازم نوقف الإحساس بالذنب اللي بنلاقيه بعد الإجهاض أو نوقف لوم الأم على موضوع الإجهاض. الإجهاض مش بيحصل من إنك عملت شوية مجهود أو إنك شلت حاجة تقيلة أو شربت قهوة أو بعض الأعشاب زي الجنزبيل أو غيره، خصوصا لو عملت ده باعتدال. في شائعات كتير حوالين موضوع الإجهاض مش لازم نسمعها خالص، لأن معظم الشائعات دي مغلوطة. من أنواع الإجهاض threatened abortion أو إجهاض منذر، وده بيحصل لما بيكون في نزيف ومع الفحوصات بنتأكد إن الجنين سليم، وغالبا بيكمل الحمل في 90% من الحالات. وفي anembryonic pregnancy أو كيس الحمل الفارغ، وده لما بكيس الحمل بينمو بشكل طبيعي ولكن الجنين بيتوقف عن النمو أو مش بيكون موجود. inevitable abortion معناه إجهاض حتمي، وده بيحصل لما عنق الرحم بيفتح ولكن الجنين بيكون لسه موجود داخل الرحم. incomplete abortion ده الإجهاض غير المكتمل، وبيحصل لما أجزاء من الجنين بتنزل ويتبقى بعض الأجزاء داخل الرحم. complete abortion وده إجهاض كامل، وده بيحصل لما كل أجزاء الجنين بتنزل والرحم بيكون فارغ. missed abortion ده بيحصل لما الجنين بيتوقف نبضه ولكن الإجهاض لسه ما حصلش. septic abortion ده بيحصل لما بيكون في عدوى في أجزاء الجنين المتبقية. الإجهاض المتكرر هو لما بيحصل أكتر من إجهاض متعاقب، يعني تلت إجهاض أو أكتر، وده هنتكلم عنه في حلقة قادمة إن شاء الله. السيدات اللي عندهم ريسك أكبر للإجهاض هما الأكبر سنا، فمثلا السيدات اللي عمرهم أقل من 35 سنة الريسك بيكون حوالي 10%، ولما بيكون فوق سن 40 سنة الريسك بيكون حوالي 45%، وبرضه الريسك بيزيد مع المدخنين أو في حالة مرض السكر وأمراض الغدد أو أمراض الغدة الدرقية وأمراض الضغط، ومع سوء استخدام المسكنات أو لما يكون في خلل هرموني أو مع العدوى ومع أمراض المناعة ومع تسمم الغذاء أو الترجيع المستمر لما بيكون في إهمال في طلب المساعدة الطبية. على الأقل 50% من الأسباب بتكون خلل في الكروموسومات، وفي إحصائيات وجدت إن النسبة ممكن توصل ل 70%، وعلشان كده ده أول الأسباب اللي بنفكر فيها كسبب للإجهاض. وفي إحصائيات وجدت إن حوالي 50% من كل السيدات ممكن يحصل لهم إجهاض وما يعرفوش إن ده حصل لهم. انغماس الجنين في بطانة الرحم بيحصل بعد تلقيح الحيوان المنوي للبويضة بحوالي 8 أيام ل 10 أيام. لو عدت الفترة دي بدون انغماس الجنين من غير المحتمل ان ده يحصل بعد كده. في الحمل الكيميائي، وده لما بنفقد الحمل على حوالي 5 أسابيع او اقل، واحيانا مش بنعرف بحدوث الحمل وممكن بيبان في تحليل الحمل او لما بنعمل تحليل الحمل الرقمي ويكون ضعيف. متابعة الحمل بتكون بطريقتين، اولا بتحليل الحمل لحد ما النسبة تعدي 1500، وبعدها بنقدر نشوف كيس الحمل بالسونار المهبلي. بعد كده ممكن نكمل متابعة بالسونار علشان نلاحظ نمو الجنين، واحيانا بنستعين بتحليل الحمل لفترات معينة. على 5 أسابيع المفروض بنشوف الكيس واضح جدا، وعلى 6 أسابيع بنقدر نشوف اجزاء الجنين ونبض القلب، ولو في اجهاض بنقدر نكتشفه بالسونار او بتحليل الحمل لمرحلة معينة. وهنتكلم بعدين في حلقات قادمة عن نبض الجنين وعن التطور الطبيعي للجنين. أحيانا الزوجين بيعملوا فحوصات وراثية بسيطة زي فحص الكاريوتايبين، وده فحص بيبين عدد الكروموزومات عند الزوج أو الزوجة، ولكن أحيانا الخلل الكروموزومي ممكن يبقى مختلف عن مجرد زيادة أو قلة في العدد. علشان كده دلوقتي بقى فيه فحوصات متقدمة جدا علشان نجد الخلل الوراثي زي فحص الNGS. الخلل ده أسبابه مش كلها معروفة، ولكن التلوث ليه دور كبير جدا في حدوث الخلل ده. كمان التدخين وغيره من السموم اللي بتدخل الجسم ليها تأثير كبير. ناس كتير مش بتقتنع بأضرار التدخين، وشايفين ناس كتير بتدخن بدون ما يحصل لها أي ضرر وممكن عندهم حمل طبيعي. لازم يفهموا إن الضرر ده بيحصل، ولكن ربنا خلق لكل واحد ريزيرف أو احتياطي للجسم أو العضو علشان يساعده إنه يتحمل ظروف كتير زي العدوى وغيرها من الظروف اللي ممكن تواجهه.
ولما الاحتياطي ده بيخلص هيبتدي العضو أو الجسم يتأثر بصورة كبيرة وتظهر أعراض واضحة. الملوثات دي بتسبب حدوث خلل خلال انقسام الخلايا زي الحيوانات المنوية والبويضات، والخلل ده مش بيكون واضح إلا بفحوصات معينة زي الفحص الوراثي الكامل للكروموزومات. أعراض الإجهاض ممكن تختلف من سيدة لأخرى، ولكن أكتر الأعراض اللي ممكن تحصل هي نزول قطرات من الدم أو نزول دم غزير مع كتل أو حدوث آلام في البطن أو التقلصات، وممكن نزول الأنسجة من المهبل. قطرات الدم دي ممكن تبقى علامة إجهاض أو ممكن تبقى بسبب انغماس الجنين في بطانة الرحم، بيبقى شيء طبيعي. لو حصل نزيف مع استمرار نمو الجنين ومع وجود النبض، ده بنسميه إجهاض منذر زي ما شرحناه، وفرصة استمرار الحمل في الحالة دي بتكون حوالي 90%. هل ممكن الوقاية من الإجهاض؟ الحقيقة ده ممكن. ممكن نقلل من نسبة الإجهاض لما بنقلل الريسك فاكتورز، يعني عوامل الخطر اللي اتكلمنا عنها، وده بيكون من خلال متابعة الحمل أو إننا نبطل ناخد أدوية بدون استشارة الطبيب، وبالوقاية من العدوى. وده ليه طرق كتير، منها مثلا عدم استخدام الغسول المهبلي لأنه بيغير من درجة الحموضة والقلوية للمهبل، ويأثر على النورمال فلورا اللي هي البكتيريا الطبيعية الموجودة، وده بيسمح لنمو البكتيريا الضارة وحدوث العدوى. بالمناسبة ناس كتير بتسألني عن المواد اللي ممكن نستخدمها كتشطيف علشان مثلا الحمل في ولد أو بنت، وعايزين ده يحصل بدون إشراف الطبيب، وأحيانا عايزين يستخدموه باستمرار، وده خطأ وممكن يؤدي لحدوث عدوى أو التهاب على المدى البعيد. في حالة حدوث إجهاض، محاولة معرفة الأسباب المحتملة بيساعدنا أحيانا على تفادي حدوث الإجهاض في المستقبل. لو في إجهاض منذر وده معناه نزول لدم أو نزيف، بننصح إنك تراجع الطبيب المتابع ليكي، وبننصح بالراحة والبعد عن المجهود والبعد عن الجماع وشرب السوائل والاهتمام بالأدوية. شكرا ليكم، ومنتظركم في حلقة جديدة واستفسار آخر.